سبب غباشي العين. للأسف إخواني، هذا الأمر الذي يعتبر شائعا بشكل كبير جدا، فبالتالي إخواني هذا الأمر الذي يتكرر كثيرا مرارا وتكرارا مع العديد من الإخوة الكرامة والذين طلبوا مني توضيح هذا الأمر. فعلى حسب الدراسات الأمريكية، فإن معظم الأشخاص في مرحلة في حياتهم أصيبوا بغباشة العيون، والذي يحدث بسبب عندما يتجمع الدم في العين، وغالبا الذي ينتج بسبب إصابة أو عدوى أو التعرض لضربة. وهناك بعض الأمور التي تعود إلى أسباب غباش العين المفاجئة، مثل نزيف في العين عافانا وعافاكم الله، أو عملية التحسس للضوء الشديد، أيضا لأشعة الشمس. وأتمنى بإذن الله أنكم حصلتم على الفائدة.